الجسر الجوي، طيارتين مساعدات إمداد من الحكومة المصرية لأشقائنا في السودان لمساعدة في مواجهة أثار الفيضانات والسيول، وده ثالث جسر جوي خلال أي شهور قليلة. كان أول جسر هو الجسر في مواجهة جائحة كورونا، وتاني جسر كان على مصاحب لزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا، وده ثالث جسر لمواجهة أثار الفيضانات والسيول، ودي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما لأشقائنا في السودان، والتزام أشقاء وأخوة بين الشعبين اللي بيربطهم مش بس نيل واحد، ولكن بيربطهم صلة قرابة وأخوة على مدى التاريخ الكبير الممتد. الجسر اللي احنا بنستقبل جزء منه، واللي سبق ان بعتنا طائرات على مدى اليومين اللي فاتوا، هو جسر سيمتد حتى ان شاء الله زوال هذه المحنة. واحنا انا جاي على رأس فريق طبي من 20 من الاطباء والصيادلة والمسعفين وزملائنا من الطب الوقائي، علشان هننتشر اربع فرق في اربع اماكن اكثر تضرر في ولاية الخرطوم. الاطباء والطب الوقائي وزملائنا من الاسعاف والتمريض هيشتغلوا ايديهم مع بايد زملائنا واشقائنا في السودان، وهنبدا نجهز اطقم طبيه تانية. الجسر فيه مساعدات طبيه ومساعدات اعاشه وامصال للعقرب والتعبان، واحنا النهارده اجتمعنا مع سياده الوزير والمسؤولين في وزاره الصحه السودانيه عشان نحط جدول للمساعدات العاجله اللي هم عايزينها، منها الحاجات اللي احنا برضو بدانا وبعتناها اللي هي مكافحه ناقلات الامراض والرش وادوات الرش، واحنا بدانا بيه وهنمتد، وكل الاستجابه السريعه لكل اشقائنا هنا، علشان ان شاء الله مع بعض هنعدي وتعدي السودان بهذه المحنه، ويمكن النوع ده من الازمات بيوطد العلاقه اكتر واكتر، وبتطلع الدول بدروس تستفيد وتقوي علاقتها وشعوبها مع بعض. وان شاء الله احنا بنشتغل كمان على ان احنا نعمل ونساعد الحكومه السودانيه في اصلاح صحي كبير جدا، وننقل لهم كل خبراتنا والدروس اللي احنا اكتسبناها في اخر سنوات من مبادرات رئاسيه، ومنها علاج فيروس سي اللي امر سياده الرئيس بعلاج ربع مليون سوداني في خلال مبادره سيادته لعلاج المليون افريقي. وان شاء الله الامدادات جايه والاجهزه والاطقم الطبيه، وطبعا اتكلمنا في المنح الدراسيه لكل اشقائنا. ان شاء الله السودان الشقيق يمر يعني بهذه الجائحه على خير يا رب باذن الله، وهذه المحنه على خير. وتاني بنقل تحيات وتقدير سياده الرئيس للقاده السودانيين وللشعب السوداني، وتحيات دوله رئيس مجلس الوزراء لكل الحكومة السودانية والشعب السوداني وكل زملائنا في وزارة الصحة وكل الشعب المصري. مع الشعب السوداني إن شاء الله مع بعض هنعدي هذه المشكلة على خير بإذن الله. شكرا لكم. الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية. وطبعا الدعم المصري اللي حضر كان دعم عاجل واستجابة عاجلة للحوجة اللي حصلت نتيجة للكوارث أو حالة الطوارئ اللي بتمر بها البلاد.
نحن في السودان نقدر جدا ونثمن جدا الدور المصري. سعادة الوزير المصرية هي أول وأكبر مسؤول سياسي يصل البلاد بعد إعلان حالة طوارئ الجمعة الماضية. هيكون في إمداد طبي ودوائي بالإضافة لفريق إسناد طبي فيه مهندسين بتاع رش وغيره، هيشتغلوا في مناطق متفرقة في السودان. التواصل هيكون متواصل طوال فترة الطوارئ إن شاء الله تعالى. نحن مع الوزيرة هنقعد نتكلم عن مسائل أوسع من الطوارئ، هنتكلم عن حاجات متعلقة بإصلاح النظام الصحي ونقل الخبرات، هنتكلم عن التعليم الطبي والتخصص وغيره من المسائل. هي مشكورة يعني تجاوبت معنا تجاوب كبير، ونحن نتوقع إنه الظروف دي تكون فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين حكومة وشعبا. نحن شاكرين لهم جدا، نكرر الشكر والتقدير، وإن شاء الله تعالى هي تجينا المرة الجاية في ظروف أحسن ونقعد بصورة أهدأ ونتشاور بصورة متكاملة ومثالية. شكرا جزيلا وكتر خيركم.